هذاك غصباش ها تكون مباشر وليا اش درت درت دخل للجروب قرات السلامة انتوما الخوت بلاش باقي طولي الويدان واش دخلت للجروب انتوما الخوت بلاش باقي مش خشبة الطريق الخوت الطريق الطريق المليحة الخوت الطريق مليحة انتوما الخوت الطريق الطريق مليحة الخوت شو عليك الطيارة يديرنا هاي كتبوا عليكم يقولكم الطيارة يديرنا مو الطيارة يديرنا لوالو هاي تقول الله خوت من الواجهة فتشار مبارك ورب بلاش يدير تجاوي اوروريكم الخوت شو طرخي غاد هاي انتوما الواد 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 احنا كنا الخوت هاد النهار هذا دعيو معانا ومزير والو مرحبا وشيدو تخيب عيط الله يكون هشام مطالع مكيبينوش لك دابا خصك طالع العسل وري ولا ما بداو كيطلعو ما بداو كيدخلو الحراقة يلا الحراقة يلا الحراقة يلا خرجوا يلا خرجوا راه ما عندكم ما ديرو في التركة اخوتي ما عندكم ما ديرو في التركة الخوت تعاون معهم الخوت يوسف بلاد الاعدام نظامي هادوك نظام ديال الصح ساكنات انتوما الخوت احسن طريقه الخوت تقدر تشدو هي هادوك هادوك اللي بغا شي حاجه يسول الخوت اللي بغا يسول يسول على ايدينا كي دايره اللي كيف ايدينا راه عارف الوضعيه كي دايره ضربنا في الصباح اخوتي الكرياج غاي لا مع سبعه الصباح سبعه الصباح ضربنا الكرياج يا خويا ما كاينش اللي تسوق لينا والله ما كاين اللي تسوق لينا الخوت ندورو لكم عاوتاني الكاميرا بقاو غادي معنا هذا النظام اللي جاو عندي في ساكن وصلوا اليونان باقي غادي تفرح زاد دعوا معهم يوصلوا بخير ان شاء الله ما كانوا مسيرين انا مع السبعة الصباح كيف جاو ما خرجنا حنايا دخلنا حنايا كي خرج الطوموبيل دخلنا حنايا خرجوا الدراري من الطور خرجوا معكم ما ديروا فيه طلع عليك وانا دايكم في الطريق والله طالع راه هشام واخاين لا صافي هو يشوف هو غيطلع هشام معكم الخوت الله يعاونكم المهم راه يديرنا ما مطيره شكتب لكم شي حاجه ما مطيره خوتي يديرنا راه بيس راه ما تيرجعو منا ما تلعب دير فوتوكوبي في الكار قطع في الكار فهمتي عطاني نشدوه مابقاش الباسبور معنا واحد هنا في حيديرنا شدو البوليس ما عندو لا باسبور لا والو شدوه كدا قالو باسبور قال لهم ما عنديش بقاو شي يضحكوا معاك دا هكا ما يطلقوا ها دابا صافي سير ها انتما خوتي خوت احنا شفتو بعينيكم ني بيس هنايا كدا خوت ها انتما قصيو العسل كاع نهار ها عندك نحل خوت خوت بنادم يترفد ليا مات قال ليا مرخوفه
غادي تلقاو بنادم تما، حنا لقينا ست جروبات تما تيوصلوا حتى القنطره وتيقول لك راه كاين